الكثير مع تحديات الحول الأصايل المهجنات الذي تنطلق، كذلك لا تقل أهمية عن أشواط الماضية بها أسماء تحمل أسماء وشعارات عملاقة وأسماء انصالت وجالت وقدمت أسماءها بحروف من نور في طيلة فترتها العمرية، قدمت إنجازات في جميع ميادين الدولة وخارج ميادين الدولة. هذا سن الذلل، سن الحول اللي تتراكم فيها الأسماء، تصل من كل السن إلى هذا الانطلاقات وهذه التحديات. نسير مع أهالي الدمام وهناك بنطحنون، أشوفه أنه مسيطر على مقدمة الشوط على المركز الأول، وهذه الطائفة أو الطائفة الطائفة لفهد بن طحنون الهاجري يتقدم بالمركز الأول مع الطائفة اللي تسيطر مع مقدمة هذا الشوط، بينما بن دليوي يأتي على المركز الثاني ويقدم الذهيبة. الذهيبة بقول راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي يتقدم مع المركز الثاني. ناتي في المركز الثالث، نتقدم إلى ثالث المراكز، الشبلة لحمد بن يمعة بن خادم الرميثي على المركز الثالث، والمركز الرابع الشاعر بن فطيس يأتي في هذا الانطلاق، وهذه طليع محمد بن حمد بن فطيس المري من قدم شعاره اليوم نقطتين على أرضية هذا الميدان بقيادة سالم بن حمود المالكي في التضمير. الله يا سلام على المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز. شوف هذه النوعية الجميل، النوع الفريد كذلك يتقدم في هذه اللحظات مع البرشة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ولكن تدخلت بقوة وتدخل من اليمامة لفيصل بن سعد الدوسري بن شخبوط الدوسري يتقدم في هذه اللحظات، بينما وصلت في هذا الانطلاق مهاب مسري بن سالم بالعرطي الحميري، والمركز التاسع من حلت فيه الخوارة لمحمد بن عتيج بالعرطي الحميري، والمركز العاشر هذه الشايبة لمحمد بن علي بن خليفة الرميثي. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط. الله العشر المراكز الأولى، ولكن شاهد يا مشاهد خلف العشر أيضا شعارات، أيضا أسماء، ترقبوا المزيد والمزيد دائما في ميدان المرموم في تحفة الميادين في هذا الميدان الذكي العريق الجميل في دانة الدنيا في دبي في المرموم، وهذه الأسماء اللي تحضر والشعارات من جميع ميادين الدولة وميادين الخليج التي تأتي مشاركة على الرحب والسعة دائما في المرموم في هذا اللقاء، الانطلاقات في التمهيديات وفي بداية الموسم قبل السباقات الختامية والرسمية في هذا الملتقى، وهذا التحدي عوده الى المراكز الاولى. وهذا الكادر العلوي في شاشه دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر على الهواء لمشاهدي ومتابعي قناه دبي ريسنج، وبن طحنون مسيطر على مقدمه الشوط من البدايه وياي بالطايف، الطايف فهد بن طحنون الهاجري كذلك يتقدم مع المركز الاول، يبي السلامات لاهالي الدم في المملكة العربية السعودية الشقيقة. يا سلام، بينما المركز الثاني وسعيد بن سهيل بن دليوي ياتي على ثاني المراكز، يتقدم بن دليوي كذلك وياتي بالذهيبة على ثاني المراكز والمركز الثالث. هذه الشبلة لحمد بن يمعة بن خادم الرميثي على ثالث المراكز، واشوف المركز الرابع، وصلت الخوارة، تحركت الخوارة إلى مكان الصدارة، إلى مكان الجدارة، بدلت من موقعها، انطلقت على المركز الرابع. واحد شبابنا محمد بن عتيج بالعرطي الحميري يتقدم مع الخوارة على المركز الرابع. المركز الخامس، شوف اللي وصلت يا سلام، جلمودة يا سلام يا سلام يا سلام.
هناك حمد بن عجيم بن حسن يأتي مع جلمودة. حمد بن عجيم بن حسن يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم يا سلام يا سلام يا سلام في هذا المسار. وأيضا وصول هنا وصول من اليمامة فيصل بن سعد الدوسري يأتي في هذه اللحظات، بينما الشايبة لمحمد بن علي بن خليفة الرميثي وقدوم من مهابة مسري بن سالم بالعرطي. هذه الأسماء العملاقة، هذه الأسماء الجميلة، هذه الأسماء التي تنطلق في هذه اللحظات في هذا الاندفاع في هذه الانطلاقات. يا سلام، عوده إلى المراكز الأولى. هذه اللي مسيطرة من البداية وتقود هذا الشوط، الطائف فهد بن طحنون الهاجري، تتقدم المشاركات وتقود المنطلقات وتندفع بالمركز الأول، مسيطرة من البداية، يعني تبدأ راس وتنهي راس، تقود الشوط من بدايته. ولكن بن دليوي سعيد بن سهيل بن دليوي مقدم الذهيبة كذلك في التنافس، والمركز الثالث اللي واصلت انهم اللي هي جلمودة حمد بن معجم بن حسن المطارد الذي ينطلق في هذه اللحظات. يا سلام، الله 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 على المركز الثالث. يا جلمودة سلالة جلمود يا بن طحنون خلفك، دير بالك في هذا المسار وفي هذا الانطلاق. يا سلام، الثلاثية الجميلة له، وصلت في هذه اللحظات اليمامة. فيصل بن سعد الدوسري على المركز الثالث، ولكنها اللي غيرت، اللي بدلت جلمودة حجم اللي هو حمد بن معجم بن حسن المطارد الذي ينطلق في هذه اللحظات على المركز الأول، على الانطلاق الأول. يا سلام، راح بالناموس بالمركز الأول. جلمودة حمد بن معجم بن حسن المطارد ينطلق بالمقدمة، يسير بالناموس على المركز الأول بهذا الاندفاع. المركز الثاني الذهيب سعيد بن سهيل بن دليوي، والمركز الثالث اليمام لفيصل بن سعد الدوسري. هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى التي تتنافس. ولكن جلمودة مصرة على البقاء في هذا الموقع. جلمودة حمد بن معجم بن حسن المطارد ينطلق بالمركز الأول، يعلن الفوز. يا سلام يا بن عجيم اللي ينطلق بالمقدمة، ولكن هناك بن دليوي، الله الأمتار الأخيرة. أشكرك يا أبو راشد، أشكرك على هذا الأداء الجميل الذهيب لسعيد بن سهيل. بن دليوي أعلنت الفوز، تهانينا يا بن دليوي وسلاماتنا صباحية جميلة. المركز الثاني جلمودة لحمد بن عجيم بن حسن المطارد، حلت في المركز الثاني. المركز الثالث اللي وصلت فيه الإمام الفيصل بن سعد الدوسري. المركز الرابع لحمد بن فطيس المري، والمركز الخامس هذه 28 معزة لقصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الأولى المتقدمة، ولكن عودة في الأمتار الأخيرة مع الذهيبة، وحققت هذا الفوز وهدت الناموس لبن دليوي. 9 دقائق توقيتها و32 ثانية وجزين من الثانية. مشاهدين الأعزاء، تهانينا سعيد بن سهيل بن دليوي. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، جلمودة قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 33 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمالكها حمد بن عجيم بن حسن المطارد على هذا الفوز بالمركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز اليمامة في توقيت زمني مقدارة 9 دقائق 34 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكها اللي هو فيصل بن سعد الدوسري على هذا الفوز والناموس.
التواصل يستمر مشاهدينا الكرام في انطلاقات الفترة الصغيرة.